ساعات قليلة قبل دخول سنة 2014 يشد انتباهك الإقبال الكثيف والنشاط الاستثنائي الذي تشهده بعض الأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء، حيث زينت بشتى أنواع المنتوجات لتعطي الانطباع للمرة باستعدادها لاستقبال سنة جديدة. فنهاية رأس السنة تعد بمثابة مناسبة لازدهار العديد من المهن المؤقتة التي تعفي الشباب مؤقتا من شبح البطالة وتوفير مدخول لهم. المثال من قيصرية الحي المحمدي بالدار البيضاء، حيث بسط بعض الباعة الموسميين طاولاتهم لبيع مستلزمات الاحتفال برأس السنة الميلادية. المناسبة ديال رأس العام وجاز مع عيد مولد النبوي، بنادم كيجيب هاد الحليوة كيستغلها بحال هكا، كياخذ فيها واحد شوية الأرباح على حساب العيد، وهادي الناس كتجي تقدا حليوات، كتقدا حويجات للدار كذا. هادشي علاش دابا حنا كنجيبوا الحلوى كل عام باش حنا نستغلوا هذه المناسبة، وحنا عندنا هذه المناسبة هذه. في مكان آخر من القيصرية تتواجد محلات بيع الهدايا وتغليفها والتي تجلب زبائن مختلفة. هدية للزوجة ديالي إن شاء الله بمناسبة رأس السنة، ويعني باش تدخل إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية، وتفرح حتى هي وتنشط واحد الشيوط وتخرج من داك يعني داك الروتين ديال السنة وتدخل على شي حاجة جديدة. الحياة ديالها تتكون إن شاء الله حياتها كلشي إن شاء الله جديد في جديد. اليوم بالضبط أنك تشوف واحد الكادو واحد الابتسامة من عند الزوجة ديالك، يعني جيت هنايا باش أنا نفرح بها ونجيب لها الكادو ديالي إن شاء الله. بحال هكا هدايا على شكل السيكان، وبحال هكا على شكل ديكوفري الروايح وداك الشيء ديال الساعات ولي زونسومبل اكسسوار وداك الشيء. مجموعة أخرى من الباعة المتجولين يستغلون بدورهم هذه المناسبة لكسب بعض المال، وذلك من خلال بيع لعب للأطفال على شكل بابا نويل أو بعض الشخصيات الكرتونية. تشوفوا هذه المناسبة كاين إقبال هذه اللعب ديال الدراري الصغار. كنجيبوا لهم بابا نويل وقواوش وهذا الشيء اللعب ديال الدراري الصغار، كاع الحاجة اللي تيلعبوا بها الدراري الصغار تنجيبوها، والحمد لله كاين واحد إقبال في اللعب ديال الدراري الصغار، النفاخات بابا نويل. هاد الطرابيش ديال الدراري الصغيورين ديال عيد الميلاد كيجيو الناس كيشري، هادي ثلاث ايام كيشريو الناس هادشي كادوات هادشي. سنة ميلادية تنجلي وأخرى تحل برؤى وتصورات جديدة، فساكنة الدار البيضاء كغيرها تنتظر بأمل كبير سنة جديدة تتحقق معها أفضل المتمنيات. نتمنى يعني كل أي واحد في المسلمين، يعني الناس المسلمين اي واحد اللي يتمنى تجي لي في هذا العام ان شاء الله وطول العمر والصحه والعافيه. سنه سعيده لكل المغاربه. سنه سعيده. سنه سعيده. متمنيات ان شاء الله انه يعم السلام في الارض كلها وعلى بلادنا تستمر يعني في التنميه اللي غاده فيها وفي الامور اللي غاده فيها، وان شاء الله نشوفوا بلادنا غاده كترتفع للفوق للفوق للفوق، ونشوفهم ولا دائما ضاحكين. وطبعا لا يمكننا أن ننهي السنة دون الإشارة إلى شخصية بابا نويل الحاضرة مع نهاية كل سنة ميلادية، حيث يعمل بعض المغاربة على اصطحاب أطفالهم لأخذ صور إلى جانب هذه الشخصية التي أصبحوا متعودين على رؤيتها في هذه الفترة.